في إطار العمل على تقديم خدمات صحية متميزة لمنتسبي وزارة الداخلية وتأكيدا على المستوى الصحي المتطور الذي وصلت إليه، حصلت إدارة الشؤون الصحية بالوزارة على الاعتماد الكندي بما يعكس من إمكاناتها الطبية وجودة الخدمات المقدمة. في انعكاس واضح للأداء العلمي المنضبط والحرص على تقديم خدمات طبية رفيعة لمنتسبي وزارة الداخلية، حصلت إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية على الاعتماد الكندي للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما يعني بوضوح ترسيخ مركز العيادات الطبية التابعة لوزارة الداخلية ضمن المستشفيات المتقدمة والمعترف بها عالمياً. تم توقيع الاتفاقية ما بين وزارة الداخلية والمجلس الكندي للاعتماد الصحي. بدينا في عام 2011، حصلت إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية على شهادة الاعتماد الكندي للمرة الأولى، وتضمنت المركز الصحي فقط بالرغم من التحديات اللي كانت تواجهها البحرين في هاي الفترة. في 2014 تم تجديد الشهادة وفق المعايير المعتمدة في 2014 من قبل مجلس الاعتماد، بعد على المركز الصحي في القلعة، وفي ديسمبر 2016 ترسيخا لخطوات التحسين والتطوير شملنا العيادات الخارجية التابعة لإدارة الشؤون الصحية وهي 6 عيادات. وطبعا هذا الجهد الكبير المبذول أساسه الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمستفيدين منها أيا كان فئاتهم الوظيفية من موظفين أو نزلاء أو موقوفين. وجاء هذا التقدير الدولي تتويجاً للخدمات الصحية المتميزة والمتضمنة لالتزام بتطبيق المعايير العالمية للجودة وتهيئة البيئة الملائمة للعلاج وإعداد الكادر الطبي وفق منهج عصري. تعنى إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية في وزارة الداخلية بتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية والنفسية لمنسوبي الوزارة، وكما تعنى بتوفير رعاية صحية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. وتمثلت النجاحات المستمرة في ترقية الخدمات الصحية في نيل الإدارة الدرجة الذهبية من الاعتماد الكندي للمؤسسات الصحية. يعتبر المجلس الكندي للاعتماد الصحي منظمة اعتماد دولية ومعتمدة من قبل المنظمة الدولية للجودة في مجال الرعاية الصحية، ويقوم بمساعدة وتوجيه المؤسسات الصحية في العالم لتطوير الخدمات المقدمة حسب المعايير والمقاييس الدولية، حيث يعد الاعتماد أهم أدوات ضمان الجودة المستمرة في العصر الحديث.